أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ضيف الغرفة التي نتحدث فيها على موضوع مهم جدا يهم المواطن ويهم الإنسان بشكل عام، لأن الماء هو الحياة. إذن يكثر الطلب في فصل الصيف على غرار كذلك الأيام عبر السنة على المادة الحيوية الماء الذي هو مهم في حياة الإنسان، ولكن هناك ظواهر تكثر في فصل الصيف مع الإكثار على شرب الماء واستعمال المياه، كذلك ترفع الأسعار من بعض التجار المضاربين الذين تخلوا عن ضمائرهم وراحوا يصرحون لأنفسهم زيادات عشوائية، ولكن مصالح الرقابة تشن حملات عشوة في هذه الساعات الأخيرة على المضاربين على الذين يرفعون هذه الأسعار. وكذلك نتحدث عن استهلاك المياه في البيوت التي يكثر عليها الطلب، وربما في بعض البيوت وبعض الساكنة يحتاجون لهذه المادة كون أن الماء لا يصل لظروف مختلفة والأسباب متعددة، ولكن كذلك الاقتصاد في المياه واجب المواطن. من جانب آخر تشن كذلك المصالح المختصة حملة مراقبة للزيادات في مختلف الأسعار، كما تحدثنا في وقت سابق حول زيادات في أسعار مكيفات الهوائية، كذلك زيادة في أسعار البقوليات التي يحتاجها المواطن رغم فصل الصيف، لأنه يعني هناك بعض العائلات التي تستعمل هذه المواد رغم حرارة فصل الصيف. قبل أن نخوض النقاش مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في البلاطو الأستاذ تميم فادي، وهو المنسق الوطني للجمعية الوطنية أو الجزائرية لحماية المستهلك. أهلا بك من جديد سيدي. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ في النقاش راح نشوفوا مع بعض واحد السونور تصريح صحفي مسجل من طرف مراسلنا على مستوى ولاية عنبة، نتابع هذا التصريح للفرقة مراقبة قمع الغش والأسعار ثم نعود للنقاش. نتابع. شوف لاحظوا لهنا بلي القرعه هنا كي حطيناها في الكاشف تاع الاسعار، هذا القرعه هذه راهي دير 30 دينار، مع انه كي سخسينا في لاكاس في العامل لقيناها دير 40 دينار، وهذه تعتبر مخالفه للاحكام القانون، وحنا بطبيعه الحال سيتم تحرير استدعاء للمعني من اجل المثول امام مكاتبنا وتحرير مخالفه. تحايل على الزبون بطبيعه الحال، هاك تشوفوا من 30 دينار ويحسبها ليه ب 40 دينار. بعد هذا الصريح نعود للنقاش. استاذ في الكودبار 3000 وفي القيشي ب 4000، تعليقك. نعم، يعني بالفعل ماهيش اول مره توصلنا مثل هذا النوع من الشكاوي او التبليغات. لاحظناه يعني ماهوش غير في ولايه عنابه، في كثير من المناطق انه تلقى انه الاسعار المشهر بها في الرفوف غير الاسعار في مكان تحصيل النقود، حيث انك تلقى انه سعر ماده معينه مثلا 100 دينار لما يعطيك تيكي دو كاس تلقى انه حاسبه لك ب 120 دينار. وهنا كاين نقطه مهمه لازمنا ننتبهوا لها، لما نقولوا احنا للمستهلك لما توصل لدفع النقود لازم تطلب التذكرة، لأن التذكرة هذيك تروح للدار تراجعها، ماكش راح تراجعها، تكتشف أمور كثيرة. حتى وصلت في فترة سابقة لما كانت حملة حول أسعار المواد المقننة الطحين وما إلى ذلك، وصلوا بعض التجار أنه يعرض في الرفوف الطحين ولا الدقيق بسعر القانوني لأنه أسعارها مقننة، لكن في صندوق يعني المشتريات يحسبوا بأسعار أخرى. هذه وش يدير؟ يحتال، أولا يحتال على المستهلك، ثانيا يحاول الاحتيال على المصالح الرقابية لما تجي للمراقبة، وخاصة بالنسبة للأسعار المقننة والمسقفة. إذا كان هذا يعني يطلب التذكرة يطلبها في القيشي وفي السوبيرات، السيد الكريم وفي المتاجر اللي ما عندهمش يعني التذكرة والسعر اللي يبيعوا كما يحب القرعة ب 4000 و 5000 و 6000 وعلى شاطئ البحر وفي المطار وفي الطريق وفي الطريق السريع، كيف نتعاملوا معهم؟
بالتأكيد أخي أبو عفية، أنت تحكي لي على الارتفاعات المؤخرا في أسعار المياه المعدنية، حتى وصلتنا احنا في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، وصلتنا صور لمياه معدنية قارورة لتر ونص وصل سعرها إلى 60-65 دينار. صح، لما غلاسيا ما غلاسيا لما يعني غلاسيا يبيع لي ب7000 يحسب سخونه ب4000. يعطيك الصحه. هو يعني للاسف الشديد في مثل هذه الامور القانون يحرر الاسعار، يعني لكل تاجر الحق في البيع، يكفي فقط. المياه مدعمه استاذ؟ لا، المياه مش مدعمه استاذ بوعافيه، المياه عندها اسعار تخرج من المنتج. لا يعني سعر الماء بشكل عام، نعم، السعر نتاعو مدعم، اللي يجي في الحنفي، اللي يجي في الحنفيه سعره مدعم صحيح، لكن المياه المعدنيه هذاك التعليف هذا فيه توظيف في التجاره هذا وذاك اسعارها محرره. احنا صارت يعني بعد فتره كوفيد وبدايه يعني رفع اسعار المياه المعدنيه والمياه المنبع، درنا لقاء مع مجموعه من المنتجين لدراسه لماذا رفع الاسعار. كانت التعليلات تاعهم انه ارتفاع اسعار البلاستيك والتعليب والتغليف وما الى ذلك والنقل في السوق العالميه، يعني بروا ارتفاعات الاسعار. لكن اسمح لي فادي باش ما نظلموش الناس، يعني المصنع ويخرجها بالسعر المقبول، ولكن اصحاب السوبرات والتجار والناس اللي ما عندهمش ضمير هما اللي يرفعوا السعر، حتى ما نطيحوش على اصحاب المصانع. اللي جايك بالنسبه لاصحاب المصانع، خلال الفتره السابقه لا يوجد اي زياده في الاسعار، استغلال الفترة، نعرفوا أنه فتنا في أسابيع ماضية بدرجات حرارة قياسية، يعني والماء نعرفوه أنه الناس تستعمله في الشواطئ، في حتى واحد عنده أمور إدارية لما يتنقل في الشارع أصبح تشوفوا حارة الماء أمامك. نعطيك الصحة، يعني الأسعار عند المنتجين لم تتغير، لكن تم التلاعب بالأسعار، موزع أو تاجر جملة وصولا لتاجر تجزئة، يعني كل واحد ولا يزيد شوية يزيد شوية يزيد شوية وصل ولا توصل للمستهلك ضعف السعر تاعها. من المفروض القارورة توصل ب 25 دينار ولا ب 30 دينار أصبحت تصل للمستهلك ب 60 دينار. المشكل في قارورة صغيرة، يعني دير 3000 والكبيرة دير 4000، هذيك دير نص لتر وهذيك لتر ونص. هنا المشكل يعني. هذه يعني لأنه وش يروحوا للأكثر استهلاكا، للأكثر استعمالا. نعرفوا أنه تاع لتر ونص تستعمل في المنازل، لكن في التنقلات الناس اللي مسافرة عبر الخطوط الطويلة يذهب إلى القارورة الصغيرة ويتم استغلال هذه الفرصة. الآن لما نشوفوا احنا هذه الاختلالات، خلينا نكونوا صادقين أخ أبو عافية، أنه أصبح كل مناسبة، كل يعني مشكل في الجزائر، ارتفاع درجات الحرارة ولا أي حاجة، يتم استغلالها بطريقة برفع الأسعار. وصلنا لدرجة من الفوضى أصبحت مقلقة، يعني وما تحرك أعوان الرقابة في الفترات الأخيرة في حملات مركزة على أسواق الجملة، على تجار الجملة. اسمح لي نتكلم على هذه الزيارات الفجائية، وزير التجارة تحدث عليها أمس وقال بأنه فيه زيادات ولكن مصالح الرقابة ستضرب بيد من حديد. هل هذه المصالح أو هذه الخراجات الرقابية في نظرك أستاذ فادي تمشي إلى يعني أصحاب الجملة ولا ديطاي؟ لا، الجملة أكثر. لأنه الإشكالية نقولها بصراحة، الإشكالية تبدأ من تجار الجملة. لما تاجر الجملة الآن لما تاجر الجملة يتفاهموا بين بعضهم أنه غدوة الماء نزيدوا فيه 5 دنانير، يعني اتفاق أفقي، اتفاق أفقي، يتفاهموا بين بعضهم، تنوض أنت 8 تاع الصباح تلقى نفس السعر عند جميع تجار الجملة. مش الجزائر كاملة، في الجزائر كاملة. معناها تاجر التجزئة لما يجي يقتني وش يصرى له؟ يلقى سعر جديد، هو راح يزيد فارق الهامش الربح تاعو ويزيد ويبيعو. يعني الآن البؤرة التوتر عندنا وصلت في تجار الجملة الموزعين وبعض المنتجين، لأنه كاين اتفاق أيضا بين المنتج وش يقولك؟ أنا ما رفعتش السعر، لكن لما تروح تحقق مع تجار الجملة تلقاه أنه رفع لهم السعر بطريقة غير قانونية، يعني الفواتير بأسعار معينة لكن الدفع بأسعار أخرى. أستاذ فادي، في وقت سابق درتوا يعني حملة اختياري هذا الوسم. نعم. واللي نال كيه فيه علامات نتاع المياه، نالت هذا الوسم تاعكم؟ أكيد نالت علامة في المياه المعدنية ونالت علامة في مياه المياه. على أساس ما مديتوا لهم هذا العلامة؟ وكاين الناس مثلا يقول لك نبيعوا ب 4000 و5000، أنتم على أي أساس عطيتم الوسم هذا؟ احنا الوسم هذا عبارة عن ثلاث أجزاء. أولا الجزء الأول هو استفتاء ميداني. صح. لمجموعة مستهلكين عبر 12 إلى 13 ولاية
نديو مستهلكين معينين نديرو معاهم عبارة عن استبيان نسألوه تتعلق بالسعر صنداج. بالتوزيع هل وفرت المنتوج هذا موجود صح. مجموعة معايير. بعدها عندنا ملف تقني قدمه المتعامل الاقتصادي على أساس أنه يحفظ حقوق المستهلك. نعطيك مثال منه أنه عنده رقم المستهلك، إذا اتصل أي مستهلك وقدم شكوى يستقبله بطريقة جيدة، يعالج له الشكوى تاعه، يتعامل معه بجدية. احنا واش نديره هذاك الملف التقني عندنا؟ نديره ما يسمى بالمستهلك المقنع، نتصل نحن المنظمة على أساس مستهلك عادي. هذا على مستوى القرارات المعبأة، نتمنى أن السعر لا يرفع وصالح التجارة تضرب بيحدد، والحمد لله يعني ماشية. ولكن كان قضية أخرى حتى في المدن الداخلية أنا شخصيا عاني فيها في المنزل، هي شراء المياه. كنا نشوفه في هذه الصور كذلك من ولاية سكيكدا بالضبط، أرسل لنا المراسل أنه هذه الصهاريج صح هو مياه معدني، نقول مياه من منبع ومليحة وفيه إشهار لها وغير ذلك، ولكن سيد الكريم راه البيدون كان يتباع بألف درك بألفين فرنك، وهذيك الجيريكات تباع بألفين فرنك، يعني الأمر أصبح لا يطاق. أنا شخصيا نشري فيه هذا الأمر هذا منذ استقلال، احنا نشري في الماء. كيف يعني في المنظمة هل راسلتم مصالح مختصة بتوفير المياه؟ كان المؤسسة ما نهدروش عليها في الجزائر العاصمة كان شركة خاصة، ولكن في المدن الداخلية هذا موكول لجزائر المياه وكذلك لمصالح البلديات. كيف تسير الأمور؟ شوف أخي أبو عفية، خليني أقول لك أنه مشكل المياه في ولاية سكيكدا يعني من بين الولايات اللي فيها سوء كبير في التوزيع، وقفنا عليه، وصلنا حتى راسلنا سيد وزير الموارد المائية، يعني المكتب الولائي تاعنا يعرف معاناته، يعني انه مواطنين هما في البلديات هذه عينه، يعني الجزائر موجوده في، لكن يعني سكيكدا في حد ذاتها عندنا اشكاليه فيها، وقمنا يعني بملف كامل ووصلنا حتى للوزاره. نتمنى انه في الايام القادمه انه يتم حل شبكة يعني توزيع المياه والماء هذه اللي تجي مرة في الأسبوع والماء اللي ما كانش يشرب. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لبيع المياه، وخاصة القضية الخطيرة جدا بيع المياه بالصهاريج. بيع المياه بالصهاريج لازم يكون عنده موافقة، لازم يكون معتمد وعنده موافقة، لأنه مصالح الأمن ولا مصالح الدرك كي توقفوا قاعد يبيع في ماء وتلقاه كاتب ماء شاروب لازم له موافقة، لازم يكون مرخص ببيع الماء. النقطة الثانية لازم كل مدة يكون عنده التحاليل تاع المياه اللي يستعملها، لأنه للأسف الشديد بعض الناس تتحايل، هو يقول لك ماء شاروب يروح يجيبه من منطقة ما بالكش انت المنطقة هذه، اعطيك صح يهزوا ويبيعوا للناس. والماء نعلم أنه الأمراض المتنقلة عن طريق الماء من بين الأمراض المنتشرة بكثرة. أستاذ فادي، حتى ننصف الناس يعني نعطيهم منازلهم وما نظلموش الناس، حتى كذلك مؤسسة علمية توفر المادة المياه والحمد لله، كاين ناس يجيهم 24 ساعة، كاين نهار بالنهار، كل واحد كيفاش. احنا ما نقيموش الناس، هذا أمر أكيد ليس من اختصاصنا، ولكن نبلغوا الأطراف المعنية، الهدف هو توفير ظروف حسنة للمواطن. كذلك اقتصاد الماء، كاين اللي عنده العين ويطلق العين تمشي، يعني ما دور المواطن في الحفاظ على الثروة المائية؟ أكيد المواطن هو الحلقة، يعني مركز الاهتمام هو في هذا الموضوع، لأن المواطن إن رشد استهلاك الماء راح ينحي الأعباء والضغط على شركات التوزيع، بالمقابل يعني في ديننا أمر مستحب، ثالثا أنه هذه ثقافة، لأنه الماء هذا ما هو ملكي ما هو ملكك، الماء هذا ملك أجيال وأجيال. لما احنا نقتصد نشوفه أنه في حين لما تلقى أحياء ما فيهاش الماء، أحياء تلقى صاحب المسكن عم داير الخرطوم المياه ويرش في الشارع. مش رك هذا شغال كآخر كالمواطن يقول لك أنا ندفع الفاتورة، يجيو أصحاب البلدية يقولوا يخلص الماء وأنا العين ما سالتش عندي بست شهور ثمان شهور. نعم. كيف ترد المنظمة هذا الأمر؟ شوف احنا وصلتنا مثل هذه الشكاوي وتأكدنا أنه كاين إشكالية، ما نساوش أنه عدادات الماء اللي كانت موجودة هي عدادات يعني أكيد. تقليدية، لما يكون ما كانش الماء وكاين لابريسيون أو الهواء داخل العداد، العداد يدور ويسجل، لذلك يعني قلنا ما يخلص الهواء، يعطيك صحة، لذلك يعني كثير من الشكاوي وصلتنا، أسسنا شكوى وتواصلنا مع المؤسسة، يعني المؤسسة المشرفة. تم يعني تغيير الآن مؤخرا، سيد وزير الموارد المائية أعلن عن يعني عدادات جديدة تكون ذكية،
يعني نتمنى وهذه المشكله راح تروح مع الاعدادات الذكيه. بالنسبه لموضوع الباقوليات كذلك على جرم الاهميه، كاين مواطنين كاين ليك الفريد كاين ليك اللحم كاين كل واحد كيف التغذيه نتاعو في يعني ما نشزي بعضنا كامل، ولكن كاين مصادر عائلات يعني غذائهم هي الباقوليات ومهمه، ولذلك هناك حتى يعني في فصل الصيف ورفعوا هذه الاسعار كيف تعلق؟ شوف بالنسبه للباقوليات نعطيك مثال، مثلا الحمص كان السعر تاعه من 220 230 دينار، ارتفع الان سعر الحمص ب 420 دينار. كان ارتفع في الشتاء قال بالك ب 420 دينار، يعني تضاعف. العدس نفس الشيء، اللوبيا نفس الشيء. الاسباب السبب انه تم ايكال حصريه الاستيراد للديوان الوطني للحبوب الجافه الويسي. نعرف جميعا انه لما يتم ايكال الاستيراد وتوفير هذه الماده لشركه معينه لازمها وقت من اجل ابرام صفقات خارجيه من اجل نقص. ولا في الشتاء كان امر عادي الفتره، ولكن اسمحني ولكن هذا الامر هذا عنده تقريبا 6 شهور من اللي رجع يستورد. لما تم ايكال الاستيراد الى هذه الشركه عندها اجراءات تقوم بها، يعني راح تطول ولم يتم تموين السوق في فتره. ما قالوش الاسعار خاطئه، عارفوا ايش صرا؟ غلقوا ناس لما سمعوا بهذا الخبر، غلقوا على المخازن وخلاو الاسعار ترتفع مضاربة. وكاين ناس استفادت 50 دينار في الكيلوغرام. تعرفوا واش معناها 50 دينار في الكيلوغرام؟ لم في الطن قداه وفي العشر طن قداه وفي الالف طن قداه، يعني ناس اغتنت من هذه الفرصه. هذه هي التلاعبات، هذه هي المضاربه، نستغل فرصه معينه. ولكن وزاره التجاره يتبع في القضيه، اي تبع في القضيه على مصالح الفلاحه وغدال. الاشكاليه احنا واش قلنا؟ احنا في المنظمه عندنا مقاربه منذ سنوات وحنا الرافع عليها، وصلنا لقناعة أنه السلسلة التجارية في الجزائر فيها إشكالية، باه نقضيو على الإشكالية هذه والناس المضاربين والسماسرة. لأنه ممكن تلقى واحد استولى على الحمص اللي موجود في المخزونات كامل، يشريه بالسوم اللي كاين، لأنه عنده رأس مال من سوق الموازية ضخم جدا، ما عنده ما يدير به. وش يدير؟ وين يلقى لعب؟ يلعب، يشريه ويعاود تولي التاجر الجملة يشريه. إلى متى نبقاو نعبدو الفقر فادي؟ احنا قلنا باه نقضيو على هذه المشكله، لانه اصبحت يعني الامور راهي رايحه في تصاعد. تحس احيانا انه من المدى مره هذه مره فيها، تحس احيانا ما ذكره يعني وزير التجاره بالامس يعني منطقي نوعا ما. تحس انه كاينه مؤامره، كاين مجموعه من الناس قاعده بالعاميه قاعده تخلط. صح. كل مره دير لنا في مشكل في ماده استهلاكيه معينه ترفع الاسعار. دور المواطن استاذ امام هذا الوضع، يعني مصالح الرقابه هي تخدم في خدمتها، ولكن المواطن امام هذا الفعل اللي كيهب 40000 و50000 ما يشريش في نظري. ولا واش رايك؟ خليني نقول لك فقط، احنا قلنا تسقيف هوامش الربح، لازمنا نوصلوا لمرحله 3 سنين ولا 4 سنين نتخلاو عن قانون العرض والطلب، نسقفوا هوامش الربح، نخليو السلسله التجاريه تتزن، السوق يتزن، وبعدها نرجعوا سوق. بالنسبة للمواطن، المواطن اللي يلجأ للحمص والعدس، وكاين الناس لجأ للحمص والعدس احنا في الصيف. صح. لماذا؟ لأنه ما قدرش يشري اللحم. صح. أيضا اللحم مبارح الحق 2700 دينار، يعني تقول له قاطع قاطع قاطع، يقاطع الماء، يقاطع الأكل، وبعد وش أنا تكلمت من دور المواطن في التبليغ مهم جدا. أكيد هذا الدور. أنا نقول لك يعني الدولة الجزائرية تحاول دعم القدرة الشرائية بطريقة كبيرة. صحيح. لكن للأسف انت الغيث يجي، لكن في كل واحد مداير باراج في الاخر يلحقوك قطرات فقط. لو نحيو الناس اللي تسماصرة هذه اللي تمتص أموال الدعم وتمتص يعني المساعدات تاع الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية وتخبيها لها وتكتنزها لها وتدير الثروة بها، ممكن لو كانت هذا الدعم وهذه الأمور توصل مباشرة للمستهلك، أكيد المستهلك راح يكون في أريحية كبيرة على هذا الأمر. لذلك المستهلك الدور تاعه الأساسي لما ترتفع سعر مادة معينة وما يقدرش يقاطعها يحجم استهلاكها، ينقص للنصف ترشيد الاستهلاك. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة التبليغ. الآن احنا في المنظمة صدقني أخبو عافية ما نحتاجوش نديروا دراسة للسوق، لأنه أول ما ترتفع أي سعر مباشرة مئات الرسائل توصلنا. صح، هذه الطيحة في المسؤولية عليك أستاذ فادي، هاك عيطوا لكم وعطاوكم الرسائل والميساج والتليفون، واش درتوا؟ أعطيك الصحة، هذا السؤال والله يعني جيتني على قلبي. على لأنه كثير من الناس تجيك تقول لك احنا وانتم حمايه المستهلك واش درتونا؟ ما عندكم ما درتونا تهضروا برك.
أنا نقول لك بلي إحنا جمعية حماية المستهلك أو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك رانا جمعية، ما ناش إدارة، ما ناش سلطة، رانا عندنا قوة اقتراح قوانين، عندنا التوعية والتحسيس، وعندنا ربط بين المستهلك وبين الإدارات المختصة. إحنا نحاول دائما ننقل الانشغالات. إن شاء الله الانشغالات وصلت. شكرا لك فادي تميم، وأنت منسق الوطني للمنظمة الجزائرية حماية المستهلك على كل هذه التوضيحات. نتمنى لقاك فرصة قادمة بحول الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، غرفة الأخبار متواصلة مع بقية الفقرات وبقية الزملاء، ابقوا معنا.